احنا ربما في منتصف شهر مارس، النهارده 16 مارس، ومارس اعتقد يعني زي ما بيقولوا كده شهر نسائي بامتياز. انت بيمثل لك ايه؟ شهر نسائي بامتياز. هو انت اجبت الاجابه. يوم المراه وعيد الام، يعني في حاجات كتير قوي. صحيح صحيح. يعني زي ما قالت منا تحديدا، احنا شهر مارس عندنا 8 مارس هو يوم المراه العالمي، و16 مارس يوم المراه المصريه، و21 مارس عيد الام. عندنا ثلاث مناسبات بنحتفل بيهم للمرأة المصرية. 16 مارس النهاردة اللي بنحتفل بيه بيوم المرأة المصرية، ده كان بناء على استشهاد أول سيدة في ثورة 19 اللي استشهدت يوم 16 مارس 1919، كان اسمها الست حميدة خليل. ولما استشهدت خرجت النساء في مظاهرات كبيرة جدا بتندد بعنف المحتل الإنجليزي، واترفعت أعلام الهلال مع الصليب، وقادت ساعتها هذه المظاهرات السيدة هدى شعراوي، وتأسس بعد كده أو كان بناء بعد كده اتأسس أول اتحاد نسوي للمصريات. المرأة زمان كانت ربما من القاعدة في بيتها نموذج السيد ونموذج أمينة اللي احنا كنا شفناه، اللي كان الغالب الأعم في البيوت والأسر المصرية. النهاردة المرأة المصرية قاضية، النهاردة المرأة المصرية سفيرة، النهاردة المرأة المصرية وزيرة برلمانية، حتى عضو في دار الإفتاء زي ما كنا سمعنا من أيام قليلة عن تعيين أحد السيدات المصريات في دار الإفتاء، يعني باعتبارها أحد المهتمين بهذا المجال. على أي حال النهاردة يوم المرأة المصرية، مين الست اللي أنت بتستند عليها وعايز تقول لها شكرا في هذا اليوم؟ تقول شكرا لمين؟ تقول لمين يا من؟ بطبيعة الحال يا مصطفى، فأتوقع أن بما أن ده سؤالنا النهاردة في الحلقة هيكون أغلب الإجابات الناس كلها أو أغلبها هيكون بيتكلم عن والدته ودور والدته في حياته. أنا أمي من الناس اللي دعمتني بشدة يعني في حياتي، ولكن خلينا نقول أن في مراحل كده أنت بتتحول فيها من أن أنت بتتلقى الدعم لأنك بتقدم الدعم. طبعا في مرحلة من المراحل أنت بتتحول لأنك بتبقى أم أمك أو والد أمك. هي أدوار، هي أدوار، هي أدوار. فأعتقد أو والدتك. فإحنا بنتخيل إن إحنا في فترات كده بنتبادل الأدوار. يمكن أعتقد أو مش عارفة، أنا دلوقتي في المرحلة دي أحب أقول لنفسي شكراً جداً والله على المجهود اللي أنت عاملاه يعني. والله يعني عندك حق جداً. طبعاً هي الأم أهم حاجة، وهي أدوار أنت يعني بتسلمي، يعني إحنا زمان هي شالت وربت وعملت وسوت، فأنت لا وما زالت والله طبعًا بتعمل كل الحاجات دي مع أولادي، يعني هي شايلة عني جزء التربية. هي الأم هي أهم حد في الدنيا طبعًا. أكيد. وأنت يا مصطفى؟ أمي طبعًا، أمي ثم أمي ثم أمي طبعًا، هي الأم اللي أقدر أقول لها هي شكرًا، لأن هي طبعًا اللي ربت وهي اللي سندت وهي اللي نصحت، ودي أهم حاجة. إن هي الموضوع مش مدرسة بس وتعليم وفلوس، لا 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 لا، الموضوع إخلاص في الموضوع. فهي الأم طبعا، هي الأم ما فيش كلام، الأم هي الست اللي بتتسند عليها، هي الست اللي تقدر تقول عليها إن هي اللي فعلا وقفتك على رجلك وخلتك راجل. أكيد. يمكن أنا كان حظي كويس قوي مصطفى في سنين طويلة جدا من سنين شغلي إن أنا كنت بشتغل مع سيدات عندهم القدرة على إدارة الأمور، وعلى عكس الشائع كده وعلى عكس الكلام اللي بيطلع في السوشيال ميديا الشغل الستات مع بعض صعب أو شغل السيدات مع بعض صعب، بالعكس أنا استفدت جدا من كتير أو الأغلب من السيدات اللي أنا اشتغلت معاهم. أزعم إن أنا وأنا في بداية شغلي في الجامعة كنت بشتغل مع الدكتورة ليلى عبد المجيد مثلا طبعا، قدمت لي كمية دعم رهيبة، علمتني حاجات كتير جدا، سواء بقى في الشغل سواء في الدراسة سواء في الإعلام سواء في الإدارة، يعني في حاجات كتير جدا. شغلي في الإعلام يمكن اشتغلت سنين مع شخصيات كتير قوي، مش عايزة أقول أسامي وأبقى بحصر الموضوع، لكن مش هنسى أبدا شغلي مع دكتورة دورية شرف الدين، مع أستاذ صديق حياتي وغيرهم كتير جدا في السنين اللي فاتت. فيمكن إحنا وإحنا صغيرين بالذات الإدارة والستات اللي سندوني حصل. كانوا كتير جدا. بعد كده بقى اشتغلت مع ناس كتير قوي من السيدات اللي هم يعني مش هقدر اقول اسامي منهم، من كل واحده فيهم اكثر تميزا من الاخرى، ولكن بتكلم في البدايات بالذات هي اللي بتحدد لك طبعا الشكل، او هي اللي بتشكل لك الشكل اللي انت هتمشي عليه طبعا كده. طبعا بشكرك جدا على يعني ذكرك الاسماء دي. انا عندي انا متعمده اقول اسامي السيدات اللي ما بقتش بشتغل معاهم عشان ما يبقاش نوع من انواع يعني مجامله، والامر تم خلاص وكل واحد يعني في حته دلوقتي، ولكن انك يعني
تشكريهم في الوقت ده، ده شيء مهم جدا. انا برضو بشكر ست عظيمه جدا جدا كان اسمها هالة حشيش. طبعا دي كانت رئيس قناه النيل الاخبار، ومن اكتر الناس اللي فعلا مش وقفت جنبي بس، وقفت جنب جيل كامل من الاعلاميين الصغيرين وطبطبت عليهم وعلمتهم. ففي يوم المراه المصريه حابب اقول لها شكرا، لان هي ست عظيمه جدا، عندها انكار للذات، بتدي خدماتها لكل الناس، عارفة يعني إيه الإدارة. الإدارة إنك تبقى عارف تدير الناس من غير ما تعصب نفسك، بهدوء شديد، وإنك توزع الأدوار بشكل شيك جدا، وإن الدنيا تمشي سلسة من غير عصبية. مش من غير إن أنت تعمل كل حاجة بإيدك، الإدارة إن كل واحد يبقى عارف شغله، يعمله بالطريقة اللي هو شايفها أيا كانت، المهم النتيجة، لكن لا تتدخل، تسيب الناس تشتغل بالظبط، وتديهم مساحتهم كمان. طبعا طبعا هي دي فعلا الإدارة من وجهة نظري. ده حقيقي. طيب في يوم المرأة المصرية، مين السيدة اللي أنت بتتسند عليها وعايز تقول لها شكرا؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجاباتكم اللي هنستعرضها معاكم في حلقة النهاردة. صباح الخير عليكم، وصباح الخير يا مصر.